اهلا بحضراتكم في جوله اخباريه جديده من داخل صاله التحرير اليوم السابع. طيب خلونا نبدا هذه الجوله الاخباريه بقضيه هشام جنينه. كلام كتير وتحليلات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي للي حصل النهارده مع المستشار هشام جنينه. خليني اقول لكم بقى الكلام الرسمي بعيدا عن هري مواقع التواصل الاجتماعي. وفقا لروايه محمد فياض محامي الدفاع مستشار المستشار هشام جنينه بيقول ان في مجموعه من المجهولين اعتدوا عليه اثناء توجهه للطعن على قرار عزله من منصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات. إلا على الجانب الآخر مجموعة من المواطنين بيقولوا أن الأمر ملوش أي علاقة بالسياسة والتحليلات السياسية اللي شفناها خلال الأيام اللي فاتت، وأن كل الأمر أن المستشار هشام جنينة خبط واحد منهم بعربيته ولما توقف حصلت مشاجرة. بيقولوا وفقا للمحضر اللي حرروه المستشار هشام جنينة كان بيقود سيارة رقم دال واو واو 4942 ومعاه رمضان إدريس إبراهيم 31 سنة خفير كطرف أول، وقاموا بإحداث إصابات وسحاجات لكل من السيد محمود خلاف صاحب مقهى ومشتبه بإصابته بشروخ في الساق اليمنى، وأحمد رفاعي بيوم حسين دبلوم فني ومقيم في دائرة قسم الزاوية وأصيب بجروح بفروة الرأس، وأشرف إبراهيم أحمد صاحب مطعم ومقيم بدائرة قسم الأزبكية وأصيب بجروح بالذراع اليمنى وتم إسعافهم بمستشفى القاهرة الجديدة كطرف تاني. وبيقولوا كمان إن ابنة المستشار وزوجته تدخلوا في المشاجرة وقاموا بتمزيق بعض ملابسهم، وده اللي خلى الأمر يتطور إلى خناقة، وبيقولوا إن الأمر ملوش أي علاقة بالسياسة. حاليا النيابة بتتولى التحقيقات وأكيد هنشوف كلام تاني عن هذه القضية. طبعا على السوشيال ميديا زي ما بقول لكم حالة هري كتير، تربيطات بالسياسة وتحليلات من هنا ومن هناك، لكن في عندنا مواطنين وفي فيديوهات وفي صور متصوره الاصابات. الحقيقه فين اكيد هتبان خلال الايام الماضيه، لكن ده الكلام الرسمي اللي عندنا لحد دلوقتي. طيب والى الانتخابات الرئاسيه، طبعا حضراتكم متابعين خلال الايام الماضيه كلام كتير عن الانتخابات الرئاسيه، وكان احدث التطورات فيها هو استعداد حزب الوفد للدفع بمرشح امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن حتى الان الدفع بهذا المرشح نقدر نقول عليه ان هو بيشهد ولاده متعثره لحد دلوقتي. من النهارده كان في اجتماع مستمر لحد الان واحنا بنسجل هذه النشره حوالي 4 ساعات لاتخاذ قرار هل هيتم الدفع بالسيد البدوي امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة أم الحزب هيرجع لقراره القديم بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتباره هو مرشح الحزب. السيد البدوي أخطر الهيئة العليا للحزب إنه هو عنده رغبة في الترشح، لكن حتى الآن هذا الأمر لم يحسم، وخلال الساعات القليلة القادمة هيكون في بيان من الهيئة العليا للحزب الوفد بتأكد الدفع بالسيد البدوي في هذه الانتخابات أم الاكتفاء بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإلى معرض الكتاب، كتير من المصريين بيهتموا بمعرض الكتاب، بيحاولوا ينزلوا ويشوفوا اللي بيحصل فيه، بيبقى يوم لطيف بالنسبة للأسرة. كتير من الشباب برضو بيهتموا ويروحوا معرض الكتاب. خليني أقول لكم إن فيه اهتمام كبير من الدولة السنة دي، وزراء الاتصالات والإنتاج الحربي والرياضة والثقافة، وعدد كبير من كبار رجال الدولة كانوا متواجدين في المعرض في افتتاح المعرض امبارح. وطبعا المعرض مستمر من يوم 27 يناير لحد يوم 10 فبراير تحت شعار القوة الناعمة كيف. خليني اقول لكم كمان الكلام اللي هيفرق معاكم وهو الخصومات. الناس اللي مهتمة انها تروح تجيب كتب باقل سعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب عاملة تخفيضات من 15% لحد 90%. الاعلى للشؤون الاسلامية، الناس المهتمة بالثقافة الاسلامية وانها تعرف اكتر عن دينها، في تخفيضات بتوصل لحد 25%. اصدارات القومي للترجمة، اصدارات القديمة تخفيضات لحد 70%، والاصدارات الحديثة لحد 50%. حاجة جديدة كمان بنشوفها السنة دي وهي الجروبات اللي على فيسبوك عاملة تخفيضات كبيرة، وكتير من المكتبات بتحط الأعضاء هذه المجموعات المهتمة بالقراءة تخفيضات خاصة ليكم، فبرضو الاشتراك فيها هيكون مفيد لكتير من الشباب والأسر اللي هتكون حابة انها تحضر. عايز اقول لكم كمان ان في بعض الانشطه للاطفال بعيدا عن الكتب، يعني هتلاقوا ركن خاص للاطفال، هنشوف عروض مسرح وهيرجع مسرح العرائس، وبنتكلم على عرض جديد لاوبريت الليله الكبيره هيكون لثلاث ايام لحد 28 يناير، اللي مهتم ياخد اولاده ويروح الخميس 1 فبراير والجمعة 3 فبراير هيكون في تمام الساعة 3 عصرا. هيكون كمان دار الإفتاء عاملة ركن خاص للفتوى، فيا رب الناس المهتمة بالقراية كلها يبقى كرنفال حلو ويوم جميل تقدروا تقضوه، وده اللي بيبني البلد زي ما بقول لكم، الكتابة والثقافة والقراية والقوى الناعمة دي كلها حاجات مهمة جدا. وإلى نادي الزمالك، مبدئيا النهاردة طبعا المستشار مرتضى منصور كالعادة بيثير حالة جدل واسعة في المؤتمر الصحفي اللي كان مقام في الأصل للإعلان عن انتقال مدافع نادي الزمالك علي جبر الى الدوري الانجليزي. بدايه حابين نقول لعلي جبر مبروك، لاعب مصري جديد بينضم لاقوى دوري في العالم، ودي حاجه في غايه الاهميه. المستشار مرتضى منصور هاجم احمد حسن طبعا اللاعب الكبير، ولا هاجم
وهاجم حسام حسن وقال ان حسام حسن بيكسب بالسحر مش بالكوره، وخصوصا في ماتشاته مع نادي الزمالك. اكد ان هو بيرفض دخول هاني العتال للنادي مره اخرى وطالب محمود الخطيب، ودي اعتقد انها حاجه مهمه ان المستشار مرتضى منصور ومحمود الخطيب بيدرسوها خلال الفتره الجايه، هي وقف المزادات على اللعيبه. اسعار اللعيبه بتوصل لارقام فلكيه لا يستحقوها، وكتير جدا بعد خناقات ضاريه بين الاهلي والزمالك بنشوف اللعيب بيروح ولا بيفيد الاهلي ولا بيفيد الزمالك في كتير من المرات. مستشار مرتضى منصور اكد كمان على دعمه لإيهاب جلال المدير الفني الحالي للقلعه البيضاء، وقال لو طلب لبن العصفور هجيبه له. وزي ما بنقول كل مرة بنتمنى الاستقرار للقلعة البيضاء، لأن وجودها جنب النادي الأهلي هو الأمل الوحيد للكرة المصرية رغم اللعيبة المحترفة وكل حاجة، لكن في الآخر دي النواة، وبنشوف كل اللعيبة الكبيرة بتطلع من الدوري المصري ومن قوة الدوري المصري. دي كانت جولة إخبارية جديدة من داخل صالة التحرير اليوم السابع، قدمها ليكم حسن مجد.